بصمة من نوع آخر عبر جهود المجتمع الأهلي. الأمانة السورية للتنمية عبر فرقها التطوعية عمل وعطاء يستمر في محافظة اللاذقية. منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال سارعت الأمانة السورية للتنمية مثل الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات الأهلية والأفراد المتطوعين المواقع المتضررة للمساعدة في عمليات الإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وانتشال الضحايا. ومع انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين وتقديم الإغاثة الطارئة للإنسانين المتضررين الزلازل، تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المحافظة لتنظيم جهود كافة الجهات العاملة على الأرض وحشدها لضمان استجابة واسعة لمتضرري الزلازل، وبشكل يضمن عدم هدر الطاقات وتوجيهها إلى مكانها الصحيح. وبذلك نظمت عمليات توزيعات الإغاثية. بالتوازي قامت يعني قادة الجهات العاملة ضمن غرفة العمليات جهود تأسيس قاعدة بيانات موحدة لمتضرري الزلازل تكون بمثابة مرجعية لكافة الجهات العاملة على الأرض لتبني على أساسها التدخلات خلال عملية الاستجابة الطارئة. كما انطلقت عمليات كشوفات هندسية للأبنية الخاصة والعامة بإشراف غرفة العمليات وتنسيق والتعاون بين عدة جهات. كانت الأمانة عم تستقبل من خلال دورها بغرفة العمليات العديد من المعونات الغذائية والطبية، حيث تم كمان التنسيق مع الجهات الحكومية، تم كمان تقديمها للمستشفيات وسد النواقص. ومن خلال دورنا كمان وعلاقاتنا مع المنظمات الدولية قمنا بعدة مبادرات. اجوا اللجان الهندسية اللي تابعة للأمانة اللي عنا، مو بس على البناية اللي عنا، على المنطقة كلها. يعني كانوا متخصصين اللجنة اللي طالعة هي المنطقة، شافوا الأضرار يعني والبيوت المتضررة، أينو البنايات اللي بحاجة لتدعيم. في كمان منهم الأغلب عمودون مادياً بترميم البيت أو مثلاً بإعانات مادية. أغلب المناطق كشفوا عليها لجنة هندسية وكانت مرافقتها الأمانة، وكلياتهم قيموا حالة البناء وإذا كان في أضرار سجلوها وتعودت، وحتى في بعض البيوت اللي كانت شوي يعني حالتها شوي يعني متضررة أكبر، يعني أسرة ما بس بالبناء يعني حتى على الأسرة كمان عوضوهم وقدموا لهم مساعدات وكل شيء. عام من تقديم الخدمات والدعم للمتضررين من كارثة الزلزال على امتداد مساحة محافظة اللاذقية، دعم يتكامل مع جهود الجهات المعنية. لأخبار السورية رافد كحيلة، اللاذقية.